وسوزي كانت يعني من أحد الناجيات اللي كانت تحت الأنقاض وقعدت ساعات طويلة تحت، ما حدش يعني تواصل معها ولا أنقذها. ولا في هذه الحالة البنت يعني حملت هم كبير وشالت صدمة واسعة، وبلشت البنت بعد ما يعني بعد إنقاذها وطلوعها من تحت فقدت إمها وخواتها وفقدت النطق وفقدت الثقة في أي حد، وبطلت تتواصل مع أي حد ولا تتكلم مع أي حد. البنت خافت واكتئبت، يعني صارت يعني ما تفكرش إلا في إنه أي حد بده يقرب عليها بده يقتلها أو يموتها. يعني صار عندها هاجس إنه أي أحد بيقترب منها من أي حتى إنسان قريب أو غريب إنه هو جاي يقتلها، لأنه طفلة صغيرة مش عارفة إيش اللي صار. لقت حالة تحت الأرض، أخوتها وإمها وكل يعني حتى أبوها كانت يعني حتى ما شافتني في المستشفى كل دم، ويعني البنت خافت يعني فقط يعني قالت لك إيش اللي بيصير فينا، معناته خلص يعني الموت وين ما كان، يعني محط وين ما كان فينا. قبل القصف يعني ما كانتش زي هيك، يعني كانت تلعب وتنط وتجري، ويعني كانت أكتر واحدة شقية بين خواتها. يعني حتى يعني أنا كنت ملاحظ إنه هي أكتر يعني أكتر واحدة متحركة في الدار، وبتاخد خواتها بتنزلهم تحت وبتطلعهم، يعني كانت وصلة ما بين الكبيرة والصغيرة. بعد الحدث يعني سوزي تغيرت نهائيا، يعني حتى يعني بلشت تكون عنيفة شوية، بتحبش تنام لحالها حتى الآن، يعني بتنام جنبي، يعني إلها غرفة بس نهائي نهائي بتحبش تنام في غرفتها نهائي، مع إنه غرفتها حطنا فيها ألعاب ويعني شغلات كتيرة بترغب الطفل إنه ينام فيها ويقعد فيها لفترات، وهي يعني فيش إمكانية. هي بتنام جنبي وبتخاف، ولما بتسمع صوت يعني كلمات عن حرب أو جاية حرب بتبلش تسأل، دايما هي خافية كلمات داخلها، خافية جمل، يعني حتى كمان ضعيفة في التعبير،